قصتي مع البشر قصتي بقلب فاضي محبه وصار نظرة سهرانة عمدى الزمان زرعوا بي عوس على الأرض بذور موعودة بالحياة جرب الشرير يحصدهم ويسرق غلة السما طلعت وشفت الخطر نطور وحملت راية الفدا وصرت الملجأ والأمان على الصليب دفعت فاتورة خلاص الإنسان قصتي مع البشر قصة قلب فاضي محبة وصار نظرة سهرانة عمدى الزمان صرت إنسان جديد بس تعرفت عليك وغيرت لي اسمي ما بعرف كيف رح كون صخرة ولا كيف رح تبني علي كنيستك يا ما صلحت لي أفكاري بحس إنك مش من هالدني بتمنى ما يخلص هالدرب اللي ماشيين وكلنا معك درب الخدمة والمحبة درب النور والسلام عشت معك يا رب 3 سنين اتعلم سر السما وما شبعت ولا مليت تعلمت نظراتي متايل من عيونك وصرت شوف الناس مثل ما انت بتشوفهم صاروا اخوتي وعائلتي وفهمت منك انه نحن مندورين للسما منيح اللي معي مفتاح صندوق الجماعة انا بعرف كيف لازم ينصرف المال وبعرف كيف احصل على المال وعدني قيافة يعطيني 30 فضية إذا بسلموا يسوع وأنا قبلت قيافة وجماعته أقوى من يسوع وأنا بدي أكون مع الأقوى لما كان ابن يسوع يطلع فيه هو صغير كنت شوف السماء البعيدة والدنيا الجديدة بنظرة عيونه وكبر ابني وصرت أطلع فيه هو ورايح يبشر كل الناس بملكوت بيه ومحبته اللي ما بتخلص ولا بتنحب وصارت السنة أقرب لأنه قرر بموته وقيمته يكون هو الطريق اللي بيودي البشر للحق والحياة ابتدى المشوار بخمر وفرح وطاعة ورح يخلص بدمه وفي دوحه اشتهيت تاكل معنا هالفصح يا رب وأنا بتمنى نجتمع دايما حول الحق بتطلع بعيونك وبحس قديش غاليين على قلبك كل البشر علمني كيف صير مثلك يا رب ما بعرف شو جايين نعمل كلنا هون خدوا كلو هيدا هو جسدي اللي عم ينكسر كرمالكن لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية ليش عم تكسو الخبز وتناولنا؟ كيف يعني صار جسدك؟ ليش سميت الخمر كاس العهد الجديد؟ خدوا شربوا هيدا هو دمي دم العهد الجديد اللي انسكب عنكن لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية عملوا مثلي حتى تتذكروني كيف يعني دمك رح يكون لغفران الخطايا؟ سأل المعلمين رح يسلم شو عم بتقول يا معلم؟
واحد منا رح يسلمك لقيافة؟ مين؟ اللي رح يخلص معي بالصحن هو اللي رح يسلمني. كيف عرف؟ مين قال له؟ شو بعمل هلا؟ الكل عم يسألوا مين؟ ما كنت عارف اني كنت عم باكل اخر لقمة بحياتي. شو عم تعمل يا معلم؟ مش ممكن تغسل لي اجري. جوابتني يا رب، اذا ما بتغسلني ما بكون لي نصيب معك. انا هلا ضايع مش عم بفهم، بس بعدين رح اعرف كل شي. اذا انت بتقول هيك لازم يصير، انا بامرك. اغسلني كلني يا رب. يا معلمي، مش رح انكرك 3 مرات قبل سياحة ديك. ابدا يا معلمي، رايحين كلنا معك على بستان الزيتون، رح ننطرك. تكنت صليت ورجعت، جمعنا كلنا حوله، نحن اللي نقينا من بين كل الناس حتى نصير صيادي بشر. جمعنا بهالبستان اللي كنا نقصده كتير حتى نسمع تعاليم ربنا يسوع. يا ما قلنا، يلي ما بيحمل صليبه وبيلحقني ما بيقدر يكون تلميذي. كلنا هون، خي اندراوس، يعقوب ويوحنا وليد زبدة، فيليبوس، بارتلماوس، توما ومتى وسمعان الغيور، يعقوب ابن حلفة وتداوس، وانا بطرس، ما عدا يهوذا. بتذكر انه ما فرق بيناتنا ابدا، مع انه كلنا منختلف عن بعضنا، بيطلع بكل واحد منا بنظرة الحب نفسها، وبيقول لك كل واحد منا انت غالي على قلبي، روح وخبر كل الناس عن محبة بيي للبشر وعن طاعتي لبيي السماوي. نظرة عيونه عطتنا عمر جديد، بصلي نعرف نعيشه مثل ما علمنا ربنا يسوع. اجت الساعة يا بيي، مجد ابنك حتى يمجدك ابنك بالسلطان اللي اعطيته اياه حتى يمنح الحياة الأبدية. بس ما قدرت ضل واعي، اخفيت. رجع المعلم من صلاته وشاف انه النوم غلب على عيوننا وما قدرنا نسهر معه. ايه، ما قدرت اسهر معك يا رب. جيت لعندي وعايتني، وعايتني يا معلم، وقلت لي ما قدرت تسهر معي لساعة من الوقت. وعيتني يا يسوع 3 مرات وما قدرت اسهر معك ساعة واحدة. كتير خجلت لأنه نفسي كانت مستعدة بس جسدي ضعيف. ببستان الزيتون أعطيتنا 3 فرص حتى تصير محبتنا إلك حضور والتزام، بس نحن ما فهمنا وما جربنا نغلب مثلك سلطان جسدنا.
بي، بعد عني هالكيس، بس خلي إرادتك تتم مش إرادتي. وخدنا عبستين الزيتون، شفت من بعيد انه كلهم ناموا وانت عم بتصلي، حتى تلاميذك ما بقيوا معك يا معلم، عمين متكل. بعدكن نايمين، اجا الوقت اللي رح يتسلم فيه ابن الانسان. قوموا، اجا اللي رح يسلمني. المعلم هيك قلت لي مريم المجدلية لما اجت لعندي بهالليلة، وفهمت، تحققت نبوءة سمعان الشيخ، رح يجوز بقلبك سيف. ولا يوم نسيت هالكلمات، وصليت كتير وتأملت بقلبي حتى افهم معنيهم واقدر اعيش ارادة الرب بكل جهوزية وحب. صليت كتير حتى ساعد ابني يتمم مشروع فداء كل البشر. لحقتك من بعيد، أخذوني عند قيافة، وقفت برا ناظر. شفتني جارية وقالت لي أنت كنت معه، جاوبتها أبدا وبحثت عنها. شفتني جارية تانية وقالت لي أنت كنت مع الناصري. أنكرت وحلفت إني ما بعرفك. اجوا ناس كتار صوبي وقالوا لي عرفناك من لهجتك كنت معه، قلت لهم ما بعرفه وصاحت دي. وتذكرت انك قلت لي رح انكرك 3 مرات. ما تحمل قلبي قساوة قلبي، يا ويلي كيف جاوبت على محبتك يا رب. يا ريت دموعي بتعرف تحكي حتى تقول قديش ندمت يا معلمي لما نكرتك. وين بدي خبي خطيتي؟ يا ريتني تسلحت بنعمة الحب، لأن الحب ما بيعرف النكران. بتعرف ضعفي يا رب وقلت لي تكون الصخرة، بتعرف جهلي وقلت لي تثبت إخوتي. عم بتذكر كلماتك يا ربي يا إلهي، صليت لي حتى ما أفقد إيماني، وأنا بآمن بصلاتك يا رب. سمعت من بعيد الناس عم بيقولوا إنه علقوك على الصليب مثل المجرمين، حارك برقبة دين للأبد. يا هالعتمة اللي سكنت قلبي ما تفلي أبدا، أنا بستاهلك أكتر وأكتر. ما شفت من يسوع إلا كل الخير والقداسة، ليش سببت له بالأذى والظلم؟ كيف بدي كمل حياتي وهو رح يموت بسببي؟ كنت عم بتعلم من مدرسة الأرض كيف جمع مال
وسع للمراكز، وسخت ايدي بمال الخيانة، وسكرت بهالايد باب الوفا. يا ريتني ما خلقت، احسن الي موت مثل ما حكمت على يسوع بالموت. خشب الحامل كل المراء، حملي طمعي وجهلي، حملي أيام الماضية واللي جاي، وخدي مني روح الروح. ما بتلبق للحياة، أنا اللي صلبت رب الحياة. أكيد مش رح يغفر لي، أكيد مش رح يتطلع بعيوني من جديد ويقلي بحبك. أنا ما بدي عيش من دون هالحب. يا ريتني قبلت من قلبك نعمة الحب، لأنه الحب ما بيعرف يخون. حمليني يا شجرة العار، وشد على نفسي يا حبل العدل، وانزلي يا روحي لأسفل الجحيم. أنا خنت رب السماء. يا ولدي وحيدي، يا مبارك الخشب اللي حملتك ربه إله وفادي. انت باركت من لما كنت صغير تلعب بالمنجرة. يا ما نبهتك حتى ما تجرح ايديك بالمسمير، بس هلأ انت خبيت هالمسمير بايديك حتى ما يطالوا قلب البشر. يا ولدي وحيدي، من وقت اللي بشرني الملاك جبرائيل بتجسدك بقلب أحشائي، صار قلبي ملك قلبك. ومن وقت اللي رحت مع تلميذك تبشر بمحبة بيك، صارت الدروب كلها معك تودي للسماء. يا ريتني يا ابني ما نبهتك بعرس قانا انه خلص الخمر، كنت بقيت معي بالبيت بعد أكتر، ولا شوفك بين ايدي بدون روح. روح روح، سامحني يا ابني، عم بحكي وكأني مش عارف سرك. سامحني يا ابني لانه وجعي خليني انسى انك كتبت بدمك فرصة خلاص كلمتي من اول الدنيا ولآخر يوم، وصار اخر يوم باستحقيت صليبك هو يوم اللقاء، يوم العرس اللي ما بتخلص خمرته، يوم انتصار الحب ومشد لقيامة.